الفقرة اش واقع؟ نسمعوا للسي عادل. هذا هاد العام غيديروا اغلى صفقة في التاريخ ديال البطولة الوطنية. يمكن لاعب غتشريه الوداد بمليار ونص، مليار بين مليار ونص وجوج المليار، باش غيجيبوا لاعب في المنتخب البرازيلي. غيجيبوا جوج، واحد من اتلتيكو مينيرو، واحد من هذا جا من كورينتيانز، فلومينينزي اتلتيكو مينيرو، جوج اللاعبين مزيان. واحد نيفو طالع، غتكون يمكن اكبر فريق مغربي كيشري لعاب في البطوله. صح. بعد نيانغ اللي هو غادي لواحد، غادي لواحد المليار، غادي بهادي لا ماركيتي هادي لا ديتي هادي، غادي حتى هو. كنظن هاد الشيء اللي كاين، جوج اللاعبين غيجيو ان شاء الله راه كيناقشوا معاهم. باقي طلبات كثيره. مزيان مزيان. زين داروا لهم الطرح المعقول، كيتسناو في الرد اللاعب باغي يجي. زيدهم السي عادل، زيدهم، هادشي راه عزيز على الطبال، هادشي راه باغيين. زيد 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 قول كمل. هضر مع اللعاب، اللعاب باغي يجي ولكن الاخرين باغيين يخلصوا كاع الكريديات يمكن اللي عليهم بهاد لافير. مي الوداد حبسوا في واحد السقف، قال لهم ها المونطو اللي غتاخذوا، بغا يجي مرحبا، ما بغيتوش الله يعاون معاهم. واخا، اذا السي عادل شكرا على المعلومه. دابا يعني سمعتوا السي عادل العمر اش قال، الصفقات راك سمعتهم. دابا ما يجيش شي واحد يبدا يبكي عليا هاد اللعابه وهاد الاثمنه اللي سمعتو. اذا اللعاب خصو يكون واجد. لبستوني دخلت ماركي، ولا لبستوني دخلت لعب، هادشي اللي كنعرف. ما نديروش تسمعوا حقا ما واجدش، حقا هادي، لا حقا من الهي، وهذا لا خصو يتاقلم. لا، هاد النوعيه ديال اللعابه اللي سمعتو وهاد النوعيه ديال الصفقات، حنا في البطوله الوطنيه ديالنا، البطوله على قد الحال. اذا هاد النوعيه ديال اللعابه خصو بستوني يدخل. اذا ما نبقاش نسمع هادشي ديال هادي ولا حقه ولا حقه ما موجودش، لا حقه كان هنا كان هنا. اذا الاخبار في راسكم. حقيقة يعني مبالغ كثيرة بالنسبة للفريق ديالنا صراحة. يعني كنا كنلعبوا كاع على لا تشامبيون ليغ وهاد الامور هادي، وما 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 دفعناش اثمنة في هاد المستوى هذا. ولكن الجمهور يطالب، الجمهور بغى انتدابات، ها انتدابات. نتمنوا نرجعوا بسرعة، لان هاد الامور هادي وهاد الصفقات إن دلت على شيء وإنما تدل على أن خصنا نرجعوا بسرعة الواجهة. نتمنى خير وإلى اللقاء.